شعيب عليه السلام. كان أهل مدين عربا يسكنون أرض معان من أطراف بلاد الشام الجنوبية، وكانوا من المشركين. كانت لديهم عادة سيئة، ينقصون المكيال ويتلاعبون بالميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فلا يعطون الحق لأصحابه، وقد درجوا على هذه الرذيلة، وفي ظنهم أن بخس الناس أشياءهم وإنقاص حقوقهم هي من المهارة في البيع والشراء. فبعث الله إليهم نبيا منهم، وهو شعيب، الذي أعطاه الله ميزة المخاطبة الحسنة والأسلوب الجميل المقنع، حتى قيل بأنه خطيب الأنبياء. وقد دعا قومه قبل كل شيء إلى ترك الوثنية وعبادة الله الواحد، ثم أوصاهم بإقامة العدل، فلا غش ولا تلاعب بالأسعار والموازين ولا ابتزاز. تعالوا اشتروا، عندي أحلى البضائع من الشام وبغداد ومصر بأبخس الأثمان، وأنا لا أبخس الميزان. وذكرهم بفضائل الله ونعمته عليهم، إذ كثر عددهم بعد قلة، وأغنى فقيرهم بعد حاجة، وحذرهم من سوء عاقبة ما يفعلون. هل سمعت ما قاله شعيب؟ يقول إن انقاص الكيل والميزان نقص في المروءة والشرف. إن لم نفعل ذلك يا صديقي، فكيف نجمع المال؟ ولكن القوم رأوا فيما يدلهم عليه وفيما يدعوهم للعمل به يدعو إلى السخرية والاستهزاء، وكان ردهم التهجم والتهكم، فقالوا له: أصلاتك تأمرنا أن نعبد غير ما عبد آباؤنا الأقدمون؟ أم تعليماتك تسمح لك بالتدخل في إرادتنا وفي تصرفنا بأموالنا، وأنت الموصوف بيننا برجاحة العقل والرأي السديد والحلم الواسع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد؟ استمر شعيب يجادلهم بلطف، محاولا استمالتهم باللين، وقال لهم: إني لا أطلب أجرا، فما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولما لم ينفع معهم أسلوب اللين، راح يعرفهم بعذاب الله ويخوفهم من العقاب إذا استمروا في ضلالهم، ويدعوهم إلى الإيمان بالله وطلب المغفرة والتوبة حتى ينجوا من عذاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. لكنهم قالوا له: ألم تعلم أنه لا يمنعنا من أذيتك إلا مكانة عشيرتك؟ فأجابهم شعيب: إن عشيرتي ليست أرفع قدرا ولا أشد قوة من الله عز وجل، فهو الذي منحهم هذه القوة وأفاض عليهم تلك النعمة، وأن كل تهديدهم لا قيمة له في نظره. استطاع شعيب بكلامه أن يستميل بعض الناس، فآمن به نفر قليل، فخاف القوم أن يعظم أمره ويشتد ساعده،
وتكثر جماعته فينتشر دينه الذي يدعو إليه، فراحوا يتواعدونه ومن آمن معه بإخراجهم من قريتهم إن لم يعودوا إلى عبادة الأصنام. ولكن شعيبا كان لهم بالمرصاد، فأنبأهم أن الذين تبعوه قد ملأ الإيمان قلوبهم، فملك عليهم مشاعرهم، ولن يعودوا في ملة الكفر، فقد زين الله الطاعة في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. دعك منهم، إننا نؤمن بما يقوله لنا شعيب، ونؤمن بربه. لكن القوم الكافرين بقوا في ضلالهم، مبتعدين عن الحق، مقبلون على الدنيا، ولا يعرفون ما يحيط بهم من عذاب، فحاولوا الكيد للمؤمنين بالتهديد والوعيد، أو أن يعودوا إلى ملتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا. وراحوا يصفون شعيبا بالسحر والشعوذة، ويتحدونه أن يسقط عليهم كسفا من السماء، وأن ينزل عليهم العذاب إن كان من الصادقين. إن شعيب يقول إن عذاب ربه لقريب. دعنا من حديثه، إنه ساحر، ولنعد إلى عملنا وكسب المال. إن شعيب يحذرنا من عذاب الواحد الأحد، ولكن الناس لا تأبه لكلامه. لم يجد شعيب أمام تحدي الكفار إلا أن دعا ربه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. استجاب الله لدعاء شعيب، ومده بالنص من عنده، فابتلى القوم بالحر الشديد، فلا يروي ظمأهم الماء، ولا تحميهم الظلال أو التلال أو الجبال من هذا الحر، فخرجوا من ديارهم ورأوا سحابة ظنوها مظلة لهم من وهج الشمس، وحسبوها ستارا من شدة الحر، فاجتمعوا تحتها وهم يأملون أن تقيهم الحر الشديد. وما إن اكتمل عددهم واجتمع شملهم تحت هذه الغيمة، حتى بدأت هذه الغيمة التي تصنع تحتها ترميهم بأسراب من الشر واللهب. وجاءتهم الصيحة وعذاب الله من السماء، وزلزلت الأرض تحت أقدامهم، ولم يكادوا يحسون بما يحيط بهم حتى أزهقت أرواحهم وهلكت نفوسهم. رأى شعيب ما حل بقومه فأعرض عنهم، يثقله الحزن والأسى، لكنه تذكر كفرهم وسخريتهم به وبمن آمن معه ومخالفتهم لنصحه وإرشاده، فنسي حزنه وقال: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.